اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لولده الإمام الحسن عليه السلام في وصيته العظيمة والمشهورة عند انصرافه من صفين: واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك وأنك في سبيل من كان قبلك. وبينت. من بعد ذلك يقول له بأبي وأمي: فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم. الإمام صلوات الله عليه بيّن للإمام الحسن بأبي وأمي أن الإنسان ما يقدر يبلغ آماله ولا يقدر يتعدى الأجل، وأنه في سبيل في طريق من كان قبله من الأموات. من بعد ذلك يقول له: فخفف في الطلب. فبما أنه أنت يا ولدي الأمور الثلاثة التي ذكرتها لك تمر بها، فكون تخفض في الطلب. شنو يعني فخفض في الطلب؟ أي ارفق في الطلب، خفف في طلب الدنيا. الشارح المعتزلي لما يمر على شرح العبائر يقول: هذا من قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي. أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب. وهسه أبين لك إن شاء الله شلون يكون الإجمال في الطلب وما معنى الإجمال في الطلب. إذن الإمام صلوات الله عليه يوصي ولده ألا يحرص على طلب الدنيا، يعني بتعبير آخر لا يأذي روحه في طلب الدنيا، لا يذب كل جهده في طلب الدنيا، لا تحرصن على الحطام، فإنما يأتيك رزقك حين يؤذن فيه. بعد يقول نزل القضاء بقدره وزمانه وبأنه يأتيك أو تأتيه. بعدين الإنسان لمن هذا الجمع الذي يجمعه؟ لمن هذا الكد الذي يكده؟ الإنسان له شريكان، وشلون شركاء؟ ما يرحموا أبدا. الشريك الأول الوارث، والشريك الثاني الحوادث. يقول الإمام صلوات الله عليه في نهج البلاغة: لكل امرئ في ماله شريكان، الوارث والحوادث. الورثة اللي يكونون بعضهم مو نايمين للظهر، لا نايمين للعصر، السلام، واحدهم تليفونه هالطول ولا يدري هو في ليل أم في نهار، هذا شريك الإنسان. يعني هذا عدم التخفيف في طلب الدنيا والجمع الكثير عند شريك وياه اللي هو الوارث. وبعد الشريك الثاني اللي ما يرحم الإنسان الحوادث. حوادث، تشتري لك سيارة يصير بها حادث، تشتري لك بيت يطلع مدري ايش بيه، تشتري عقار حادث،
لكل امرئ في ماله شريكان، الوارث والحوادث. فيجب على الإنسان التخفيف في طلب الدنيا، لأنه بعدين يتركهن إلى من لا يرحمه. مو يقول وذي حرص تراه يلم وفرا، كلش ألم لوارثه، ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. نعم، يكون الإنسان يخفف في طلب الدنيا. أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل هو قالي، وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ نعم، الإنسان لا يأخذ مما يكنزه ويجمعه إلا الأعمال الصالحة التي فعلها الإنسان بتلك الأموال. وليكن كندوج الإنسان قبره، كما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: كندوج المؤمن قبره. شنو يعني الكندوج؟ كندوج شبه مخزن يصنع من التراب أو الخشب تحفظ به الحنطة، سهولة كندوج. فكون الإنسان يلم في حياته قبل مماته، كون الإنسان يجمع في صحته قبل سقمه، قبل مرضه، كون في شبابه قبل هرمه، لأن الإنسان إذا فات به العمر لا يرجع ما فات منه، بعدين يبقى الألم ياكله، بعدين تبقى الحسرة، يعني يتمنى الرجوع. لا، عجوز تمنت أن تكون صبية وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر، تروح إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ أبدا. الرجاء مع الجائي، كما يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة، الرجاء مع الجائي واليأس مع الماضي. إذن فخفض في الطلب يا ولدي، خفف في الطلب، أي خفف ارفق في طلب الدنيا. ليش؟ لأن الإنسان يأتيه الرزق وإن لم يذهب إليه الإنسان. أيضا في وصيته لولده الإمام الحسن صلوات الله عليه في نهج البلاغة، في نفس الوصية يقول له: واعلم يا بني أن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك. وعدنا أيضا في نهج البلاغة يقول: بأبي وأمي والحظ يأتي من لا يأتي. وشنو هنا الحظ؟ الحظ يعني الرزق. إذن إحنا مأمورين بأن نخفف في الطلب، أي في طلب الدنيا، حتى لا تكون على الإنسان تبعات كثيرة بذلك المال الذي طلبه في حياته بعد موته. ارجع وياي إلى النص: واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، وأنك في سبيل من كان قبلك، فخفض في الطلب بعد، وأجمل في المكتسب. شنو يعني الإجمال في المكتسب؟ فاصل قصير وللحديث تتمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. فخفف في الطلب، وبينت من بعد ذلك يقول له بأبي وأمي وأجمل في المكتسب. شنو يعني الإجمال في المكتسب؟ يوجد أكثر من رأي للشارحين لنهج البلاغة لما يمرون على هذه العبارة وأجمل في المكتسب. البعض يقول يعني اسعوا إلى الرزق سعيا جميلا. شلون يكون السعي الجميل؟ يعني بدون حرص، بدون شره. الشره هو يعني الإفراط بالملذات، الحرص يعني الجشع. اسعوا إلى الرزق سعيا جميلا بدون حرص، بدون نهم، لأنه كما تعلم لا حد لنهم الإنسان، فلو كان له كون لأراد كونا ثانيا، ياخذ اثنين أراد كون ثالثا. الإمام صلوات الله عليه يقول للإمام الحسن وأجمل في المكتسب، يعني اعتدل في المكتسب، اسعوا إلى الرزق. نعم احنا مأمورين بأن نسعى إلى الرزق، لكن بدون حرص شديد، اللي يكون عندنا إجمال في المكتسب. هذا رأي. الرأي الآخر يقول وأجمل في المكتسب يعني اشتغل الأمور اللي تكون جميلة، مثل الصناعة، مثل الزراعة، مثل التجارة. يعني اعمل هذه الأعمال اللي هي تكون أفضل من الأعمال الأخرى. الرأي الآخر وأجمل في المكتسب يعني افعل الجميل بما تكتسبه من الأموال. الحقيقة هذا رأي هواية يعني كلش مهم، ما تتصورون إخواني إيش قد مهم هذا الرأي، الإجمال في المكتسب، يعني بأن يسوي الإنسان جميل فيما يكتسبه. ارجع وياي أيضا في وصيته للإمام الحسن صلوات الله عليه، يقول له فاسعى في كدحك ولا تكن خازنا لغيرك. شنو يعني فاسعى في كدحك؟ الكدح هو المال الذي كدح في حصوله. متوجه شنو؟ زين فاسعى شنو؟ فاسعى، السعي هنا يعني الإنفاق. هيا ولدي أنفق ما اكتسبت. شوف الكدح، بينت لك شنو يعني الكدح، وهنا السعي يعني الإنفاق. الإمام صلوات الله عليه في أكثر من مورد ومورد يذكر موضوع الإنفاق والإعطاء. مثلا يقول في قصار الحكم السخاء ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمر. يعني أنت شوف موضع الحاجة وين وروح سد ذلك الموضع. وشوية أريد ألفت نظر المشاهدين الكرام، كون لا نخلي بيوت الفقراء مخازن إلنا. تعبير آخر أنه أنت مو عندك حاجة ما تستعملها تريد تشمرها، تشمرها على الفقير. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا ومما تشمرون. هذا الموضوع كلش مهم، أنت تريد تكرم الفقير وكرمه أشياء أنت تلبسها أنت تستعملها.
اشتري لليتيم مثل ما تشتري لابنك. تمام. فالإنسان عندما ينفق ينفق من الجيد. يروى أن الإمام علي صلوات الله عليه كان يأخذ قنبر إلى السوق، طبعا يروح على بزاز ما يعرفه. قضية ثانية، يشتري الإمام قميص أبو درهم ويشتري أبو 3 دراهم قطعا ولا شك، ينطي الثوب الجيد الحسن إلى قنبر أبو 3 دراهم، يأخذ أبو درهم إلى قنبر، يقول له سيدي أنت خطيب وتصعد على المنبر والناس ترمقك بعيونها، تباوع عليك، وأنت الثوب الجيد لك أفضل أجمل. قال لا يا قنبر، أنت شاب ولك شره الشباب، وأنا أستحي من الله أن أتفضل عليك. هذه القيم عند الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. نعم. بينما قيل لحاتم الأصم هل لا قرأت شيئا علينا من القرآن؟ يقول فاندفع وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم يكنزون. قالوا له يا شيخ ما هكذا أنزل القرآن. قال صدقتم، ولكن هكذا أنتم تكنزون مو تنفقون، فلنكون مثل هذولا. الإمام صلوات الله عليه يقول وأجمل في المكتسب، يعني افعل الأعمال الجميلة بما تنفقه على الناس من الكسب الذي تحصل عليه. وعندنا أيضا موجود في نهج البلاغة يقول بأبي وأمي الجود حارس الأعراض. الجود يحرس العرض، شلون؟ تقطع بألسنة الناس. قالوا اقطع لسانه، شلون؟ اعطه الدينار والدرهم. وعدنا ايضا في نهج البلاغة يقول بأبي وأمي وبالإفضال تعظم الأقدار. وبالإفضال تعظم الأقدار، كل ما تسوي فضل على الآخرين انت قدرك يكون عظيم. الإمام صلوات الله عليه يقول أيضا في نهج البلاغة في وصيته لولده الإمام الحسن بأبي وأمي، يقول له وإذا وجدت من أهل الفاقة، يعني أهل الفقر، من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة. بس الناس مو تقول الجفن ما بيجيوب، لا أبدا مو هيك، الجفن كله جيوب. السبع يخلي فلوسه وين؟ بالجفن. جيوب الجفن وين؟ جيب الفقير، اترس جيب الفقير حتى تترس جيوب جفنك عند موتك. هو الإمام يقول صلوات الله عليه في نهج البلاغة وفي وصيته للإمام الحسن بأبي وأمي، يقول له وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده. إذن إحنا القضية الأخلاقية يكون ما تفارقنا. الإمام صلوات الله عليه يقول اسعوا المن للفقراء، ترسوا جيوب الفقراء، وإذا كان الرائد الأول في الدنيا والساعي الأول في الدنيا للفقراء هو إمامنا الإمام صلوات الله عليه، ينسب إليه بأبي وأمي. أنا الصقر الذي حدثت عنه، عتاق الطير تنجدل جدالا. بعد يقول وقاسيت الحروب، أنا ابن 7 فلما شبت أفنيت الرجال، فلم تدع السيوف لنا عدوا ولم يدع السخاء
لدي مالا. يقول بأبي وأمي، يقول بأبي وأمي فاغتنمه، فاغتنمه، اغتنم ذلك الفقير وحمله، اغتنم هذا الموقف وحمله بعد، وأكثر من تزويده، حمله هواية مو قليل. اللي أقول لك آني في صدر البحث كما قلت لك، كندوج المؤمن قبره، قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. يعني المخزن مال المؤمن، القبر مالته يخلي بيه. ليش؟ لأنه يحتاج في قبره وفي يوم القيامة من يعينه على أهوال تلك الأمكنة. على أمل اللقاء في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.